السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أدرك أن هذه الآية ستصيب وتؤثر في الكثير من الناس، لأنه 90% من المجتمع يعاني من هذه الأشياء، ومن يعاني من هذا الفساد وهذا العمل المجرم وكل الشنوع والفواحش التي هي أصبحت عادية في مجتمعنا، وللأسف نسبة كبيرة تعاني من هذا. وبإذن الله مع هذه الآية ومع هذه المقولة الجديدة أو المعلومات النيرة أو المفتاح، نعم المفتاح لهذا الشيء إن شاء الله هو عندي، فلنبدأ. إن الله سيبطله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطل أول فكرة طرأت على بالك، تلك الأفكار المزعجة المعرقلة للكثير من الأمور في حياتك. إن الله سيبطله كل ما هو سيء، حتى الذي هو فيك مكنون في داخل عقلك، سيبطله ويحق الحق بكلماته. إن الله سيبطله، سيبطل كل ما هو شر مصوب نحوك. إن الله سيبطله تلك العادات السيئة التي لست متقبلها وترهقك وتعطلك، حتى تلك المساوئ التي هي بينك وبين نفسك، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله حي، إن الله حي، إن الله سيبطل كل ما هو معقود مكنون مخزون في جسمك من مشاعر قلق حزن سوء ظن إصدار أحكام تعدي على الحريات. إن الله سيبطله ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كن قويا بإيمانك بيقينك بالله أن الله أكبر من السحر والعين وكل فساد مصوب نحوك، وكل جرم مصوب. كبر الله عليه، كبر الله على كل تلك الأمور، وسترى التغيير في حياتك بإذن الله. قوي يقينك وإيمانك به، ولو أردت إدراك وتفعيل هذه الآيات تعمق، رتل، تدبر، تبين كلمات الله عز وجل ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل بقوة إيمانك ويقينك به، ويحفظك بحفظه العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بودكاست إرشاد الروح إلى الجنة مع الكوثر MHD، في لقاء جديد إن شاء الله. سلام.